ألف سرده وسرده معي علي لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. بتعرف؟ بتعرف؟ ما بعرف ولا بدي أعرف. بتعرف؟ شو؟ ما رح أقلك. بتعرفي؟ شو؟ كركبتيني. إمتى؟ هلأ؟ فهمت عليكي. إيه بس بتعرفي؟ شو؟ مو هاد اللي بدي إياكي تعرفي. أنو هاد؟ الكركبة تبعي هلأ. لكان شو؟ شغلة تانية كنت بدي أقلك إياها عنك، قام لما لقيتك كتير متحمسة تكركبت. خفت يعني تقولها؟ إيه خفت ما تكون على مستوى حماسك. أيوة فهمت عليك، يعني أنا بالغت شوي بالاهتمام. إيه يمكن. طيب وهلأ بعد ما فهمت عليك شو الموضوع؟ ولا شي، يعني ما بدك تحكي؟ مو هون الموضوع. لكان وين؟ خلص بلاها. كيفك انتي؟ منيحة؟ مبسوطة ان شاء الله؟ ايه كتير الحمد لله. وانت كيفك؟ عادي نيالك. ليش؟ لانك عادي، مو على اساس انتي منيحة؟ ايه بس العادي احسن من المنيح. مين قالك؟ فيها ثقافة اكتر. مع انه عادي هون الموضوع، انه موضوع انه العادي صار هو المختلف. النادر قصدك؟ ايه النادر، بس بهالوقت بيبين مختلف. انتي مختلفة بس. بعرف ليكك بتعرفي. ايه وشو المشكلة اذا بعرف؟ لكن ليش سألتيني شو لما قلتلك بتعرفي؟ سألتك انه شو هو اللي ممكن اعرفه او ما اعرفه. طيب بتعرفي شو هو؟ اني ما بعرف اني حلوة. مع انك حلوة ايه صح. وشو كمان؟ اني ما بعرف اني ذكية. مع انك ذكية كتير كمان صح. وشو كمان؟ اني انيقة بدون ما ابذل جهد. مع انك فوضوية جدا. ايه بعرفهم هدول. مو اساس ما بتعرفيهم؟ ما عم بحكي عنهم، عم احكي عنك شو اللي بتعرفه عني وراح تقلي اياه. بس حزرتيهم كلهم، بعرفهم من قبل. طيب حدا قالك انك تشبهي الموناليزا؟ قال لي اياها رسام فاشل. طيب حدا قالك انك نسخة عن شارون ستون؟ قال لي اياها واحد ما بيعرفها لشارون ستون. طيب حدا قالك انك نسخة عن شارون؟ هذا اللي كان يدعس على الزهور؟ ايه ما غيره، كلهم قالوها بنهاية اللقاء الحضاري بيناتنا. عمي الشيخ، عمي الشيخ، سلوى حرة يا عمي. مين سلوى يا حمود؟ والله ما أعرف كنيتها، بس شفت نهود وعنود والناشطات جعد يكتبون سلوى حرة يا عمي. وما قالوا مين سلوى يا حمود؟ لا بس فهمنا إنها صديقتهم الروح بالروح يا عمي. أهم شي يا حمود حبيت يا عمي. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.